والاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري الأول خلفاً للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا. كمان قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديراً للمنتخب. فريق طلائع الجيش اتأهل نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد ما فاز على المصري في نصف النهائي وركلات الترجيح. كمان نجح سيراميكا في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، أحرزه أحمد الكندوسي في المباراة اللي أقيمت بينهم في استاد الإسكندرية في نصف نهائي كأس الرابطة، وبكده بيتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي. النادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وأدت اللاعبين فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية التدريب ضمن البرنامج البدني المحدد لهم، واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاث فرق. لعيبة فريق النادي الأهلي رحبوا بالثنائي الجديد للفريق عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفولي، وضم الأهلي عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنين ونص، ومحمود الزنفولي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة وبنية الشراء. لعيبة نادي الزمالك خاضوا فقرات تدريبية تأهيلية خاصة تحت قيادة مدرب الأحمال في المران اللي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز. قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخفيف الأحمال أو الحمل البدني تدريجياً وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين. ومنتخب مصر للتنس للرجال قفز 12 مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لمنتخبات التنس ليحتل المركز 43 في الترتيب الدولي لمنتخبات الرجال، وده بعد ما تأهل منتخب مصر للتنس المجموعة الأولى العالمية في اللعبة علشان يحتل صدارة منتخبات في قارة أفريقيا. منتخب الأردن اتأهل لنهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد أحمد بن علي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023. والدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت شارك في تدريبات فريقه للمرة الأولى بعد خروج منتخب مصر من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وهيكون مرموش جاهز لتدعيم صفوف أينتراخت فرانكفورت أمام بوخم في الجولة 21 من البوندسليغا اللي هتتلعب يوم السبت الجاي. وبكده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود مرة تانية مع جمانة ومصطفى واستكمال فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا. شكرا.